السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا في جدول مباراتنا اليوم السبت 40 مباراة من دور الثمانية من أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم من أمريكا الجنوبية والدوري المصري والمغربي والجزائري وتشامبيونشيب من إنجلترا ومباريات ودية دولية. يلا بقى شاركنا في التعليقات توقعك لمباراتك المفضلة وانتظر مننا كل جديد. البداية من كأس أمم أفريقيا، جامبيا والكاميرون، دور الثمانية، السادسة مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت السعودية. بوركينا فاسو وتونس، دور الثمانية، الثامنة مساء بتوقيت تونس والتاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت السعودية. تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم، فنزويلا وبوليفيا، الثانية عشر منتصف الليل. من المباريات الودية الدولية، سورينام وباربادوس منتصف الليل، نيبال وموريشيسو الواحدة من صباح السبت، الكويت وليبيا السادسة والنصف مساء. في كأس فرنسا في دور الستة عشر، تولوز وفيرزهاي الخامسة والربع مساء، نانسي وإميان الخامسة والربع مساء، ستاد ريمس وبستيا السابعة والنصف مساء، أولمبيك مارسيليا ومونبيلي العاشرة مساء. في الدوري الجزائري للدرجة الأولى، أمل الأربعاء وسريع غليزان الثالثة والنصف عصرا، نصر حسين دي وشبيبة الصوارة الثالثة والنصف عصرا، وداد تلمسان ومولدية وهران الثالثة والنصف عصرا، برادو وهلال شلغوم العيد الثالثة والنصف عصرا، أولمبي المادية واتحاد العاصمة الثالثة والنصف عصرا، نجم مقرة وشباب بلوزداد الثالثة والنصف عصرا، وفاق سطيف واتحاد بسكرة الرابعة عصرا، مولدية الجزائر وأولمبي الشلف السادسة مساء. في الدوري المغربي للدرجة الثانية، الرسنيج البيضاوي واتحاد الخميسات الرابعة والنصف عصرا، جمعية سالا والمغرب التطواني الرابعة والنصف عصرا، العيون والاتحاد البيضاوي الرابعة والنصف عصرا، شباب خنفرة ورجاء بني ملال الرابعة والنصف عصرا. في الدوري المصري للدرجة الثانية، بتروجيت والداخلية، المنيا وقنا، سوهاج وأسوان، كيما أسوان وبني سويف، الفيوم ونصر ملاوي، الألمنيوم وبترول أسيوت، الإعلاميين ومركز شباب طمية، المدينة المنورة وديروت جميعا الثانية والنصف عصرا. شامبيونشيب من إنجلترا، برينزلي وبرنوموث الخامسة مساء، فولهام وبلوكوبل الخامسة مساء، هال سيتي وسوانزا سيتي الخامسة مساء، لوتون تاون وبلاكبيرن روفرز الخامسة مساء، ميدلسبرا وكوفنتري سيتي الخامسة مساء، مايلول وويست بورميتش الخامسة مساء، بريستون نورث أند وبريستول سيتي الخامسة مساء، كوينز بارك وريندينغ الخامسة مساء، بيتربرا وشفيلد يونايتد السابعة والنصف مساء. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معنا النهاردة. نتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. ادعمونا بلايك الفيديو وسبسكرايب للقناة.